استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم له لاعبة منتخبنا الوطني للعبة التايكواندو فجر البن علي، وذلك بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة كأس الاتحاد الدولي للتايكواندو للقتال والبومسي التي أقيمت في مدينة أغادير بالمغرب مؤخرا. وهنأ سموه اللاعبة والأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس وأعضاء اتحاد البحرين للدفاع عن النمس وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمناسبة هذا الإنجاز في ظل الاهتمام والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة، مؤكدا سموه استمرار تقديم الدعم لكافة الشباب والرياضيين لتحقيق مراكز متقدمة في مثل هذه التجمعات البارزة، وذلك لرفع راية المملكة في مختلف المحافل وتعزيز مكانتها على ساحة الألعاب الرياضية. وأكد سموه أن البحرين تزخر بالمواهب الرياضية الشابة التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام البالغ لصقل قدراتها وإمكانياتها، مشددا سموه على ضرورة زيادة حجم البرامج الهادفة لاستقطاب أكبر شريحة من الشباب الرياضي.